اوقات كتير في رمضان كان بيجي علينا وكان بيكون في امتحانات، هل الموضوع كان بيبقى بالنسبه لك، في ناس بتشوف ان هو سهل وفي ناس بتشوف ان هو صعب؟ جدا صعب جدا. ليه؟ ما بيبقاش في تركيز، عطش، فبالتالي ما بيبقاش فيه تركيز اصلا. اول يوم في رمضان او تاني يوم في رمضان بيبقى عندي مشكله في التركيز ده اكيد، بعد كده لا، تحديدا بسبب العطش. صعب الصيام والنزول بقى والشمس، وكان بيبقى الموضوع صعب في كده، وخصوصا ان انا الموضوع ده جه معايا وقت الجامعه. هو انا كنت بشوفه صعب بس لما بصومه يعني مضطرين، فربنا بيسهل فعلا. انا ما صادفنيش امتحانات في الصيام غير مره واحده، وكانت في ثانويه عامه، و كنت بموت يعني. امتحانات دروس لكن امتحانات مدرسة لا، ما كانش فيه. ايام الامتحانات دي كانت مع رمضان بتبقى صعبة بصراحة يعني، حتى في كنت في الجامعة وكده، في اثناء الامتحانات بقى كان بيبقى الجو حر جدا، وكان بيبقى الموضوع يعني صعب قوي. فترة وانا صغير اكيد كان في فترات بفطر فيها، لكن بعد كده لا، الواحد لما استوعب وكبر لا خلاص، كان صيام وامتحانات عادي. كل رمضان اللي فاتت دول كان عندي امتحانات. بتعملي ايه؟ مفيش، كنت بفطر وبعد الفطار اريح شويه واذاكر من الفطار للسحور. كنت بصوم عادي وبنروح الامتحانات عادي ومفيش اي مشكله. لا، ما احنا مش فرافير زي الجيل بتاع السنه الايام دي يعني، متهيألي.